يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الأمور التي تعين على الإخلاص وعلى المحبة والخوف في وجميع أمور القلب؟ أول شيء العلم النافع، تعلم العلم النافع، تدبر كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا يعينك على الإخلاص لله عز وجل. تأمل ما حصل للمشركين الذين لم يخلصوا العبادة لله، ماذا حصل عليهم من الدمار والخراب والوعيد، هذا يبعثك على الإخلاص لله عز وجل. نعم.